اتفضلوا عندنا. النهارده هنعمل وصفات لذيذه جدا. اول وصفه هنعملها النهارده تفاصيلها كتير شويه، بس انتوا اللي طلبتوها مني. هنعمل البايلا، ان شاء الله تعجبكم. بتبقى عباره طبعا عن ميكس من الخضار واللحمه والفراخ والسمك بانواعه. تعالوا مع بعض بقى نشوف تفاصيل وصفتنا النهارده. عندنا صدور فراخ متقطعه مكعبات، يعني كل ما تبقى البروتينات متقطعه صغير كل ما تبقى احلى. وهنا كمان اللحمه خلاص. عندنا مكعبات او طماطم مفرومه معدوره وفلفل الوان احمر واخضر بارد طبعا، وده السبايسي لو انتوا حابين تبقى شويه سبايسي. عندنا زعفران، عندنا فصوص ثوم، عندنا كمان بابريكا وجنزبيل وشطه وصلصه طماطم. عندنا رز، النهارده الرز اللي هنستخدمه كيلو رز على الكميه دي. عندنا كمان بلح البحر، لو مش متواجد ممكن ان احنا نستبدله بالجندفلي، بس هو اصلا بيتعمل ببلح البحر. عندنا كمان الفاصوليا الخضراء، وفي السمك الفيليه والسبيت. خلاص، طيب اول حاجه هعملها ان انا بس اسخن الحله اللي هعمل فيها الرز، وهسخن الطاسه دي تمام، عشان عايزه ايه هبتدي اشتغل في الحاجه واحده واحده. الفراخ بس ايه بحب احط عليها خل كده، ممكن احط على اللحمه معلقه خل. هسوي اللحمه الاول وبعدين الفراخ، عشان الفراخ لو سويتها الاول هتزفر اللحمه، لكن اللحمه لو سويناها وحطينا انا هسوي كل حاجه من اللحمه والفراخ لوحدهم بعدين احطهم ميكس على بعض. خلاص، طيب هنحط الاول ايه معلقه الزيت هنا خلاص، وهحط معلقه الزيت هنا. هشتغل في الايه الحلتين مع بعض. احط هنا اللحمه وهنا الفراخ عشان اللحمه بتاخد سوا اكتر. اهو كده تمام، احطها كده واسيبها ايه، احط عليها بس شويه فلفل اسود لحد ما ايه ما تتشوح شويه. وهنا احط الفراخ، صفيها الاول بس من الخل ده، وابتدي احطها. يبقى احنا كده حطينا مكعبات اللحمه وحطينا مكعبات الفراخ. اقلبها كده، احط بقى على الفراخ على طول كده فلفل اسود وملح ورشه شطه صغننه قوي. الفراخ بتحب تتبل وهي بتستوي عشان تدينا طعم حلو. بابريكا، رشه جنزبيل، خلاص ونقلب. خلاص اهي، وانا بقلبها احط معاها معلقه بصل ابيض مفروم كده عشان تخلي طعمها حلو. انا هنا كنت عماله بقطع الفاصوليا، هحطها معاها برضو عشان الفاصوليا ايه انا ولا سلقاها ولا حاجه، هتاخد وقت شويه فهتاخد سوا الفراخ. احط الفاصوليا نشيل الكبار دول. من الوصفات اللي تفاصيلها كتير شويه بس هي سهله، يعني عمايلها سهله ما فيهاش حاجه، بس هي تفاصيلها كتير شويه ومكوناتها كتير، فعايزه نبقى ايه هي حلوه بقى. انا بحس انها حلوه في بواقي الاكل، يعني ساعات بيبقى عندنا كيس كده فيه ربع لحمه فراخ سمك، حلوه بقى ان احنا نعملها تبقى وصفه لذيذه وحلوه. وعلى فكره
ناس كتير بتحبها ودايما بيطلبوها بره، يعني قليل قوي لما حد بيعملها في البيت. بس دي حلوه ان احنا كل ما نجيب مثلا كيلو فراخ او لحمه او كده نشيل ايه حتتين لحمه على جنب حتتين فراخ على جنب كده في الفريزر ونكمل ونعمل الوصفه دي. خلاص اهي الفاصوليا، هبتدي بقى احط هنا معلقه البصل كده مع الفراخ، واحط هنا معلقه البصل مع اللحمه. واول ما اللحمه تبتدي لونها، ممكن استنى شويه على البصل اللحمه، اول ما اللحمه يبتدي لونها يبقى كله بني هحط معاها الكاليماري والجمبري هنا. خلاص اهو، والسمك الفليه هحطه هنا. الفاصوليا دي كده ايه هنحط شويه منها، بس نحط الصغير الاول كده. خلاص يبقى احنا هنا حطينا اهو مكعبات الفراخ مع معلقه الزيت، تبلتها بالملح والفلفل الاسود والبابريكا ورشه الشطه والجنزبيل خلاص وبهارات اهو. هسيبها بس ايه تنزل ميتها خالص واحس انها ايه على السوا. هحط لها بقى الفلفل الاحمر والاخضر نص الكميه كده واقلب. وده بقى هحط عليه هخليه يغلي في ميه مغليه يشيل بس ايه الزفاره، عشان بيبقى فيه زفاره كده اخليه ياخد غلوه كده مع ميه مغليه عشان ابقى متاكده ان ما فيهوش زفاره خالص، مع خل وملح وليمون. بصوا حطيته كده، هحط عليه ليمون خلاص، هحط عليه خل، الميه دي كلها هتترمي، ملح ليمون خل ملح ميه مغليه. اول ما يغلي اقوم راميه الميه وابتدي ان انا استخدمه عادي، ابتدي بقى اسويه. دي بقى حاجه بتخليه ما يبقاش فيه زفاره خالص، لان بلح البحر اصلا بيبقى فيه زفاره قويه اكتر، ريحه البحر بتبقى باينه فيه قوي اكتر من اي قواقع تاني غير الجندوفلي مثلا. الجندوفلي مش بيبقى ليه ريحه مميزه كده زي بلح البحر. ماشي اهو اللحمه، ابتدي بقى احط دلوقتي ايه الكاليماري وبعدين الجمبري، عشان الكاليماري بياخد ايه وقت اطول كده اهو. خلاص تمام. الحاجات دي ما بتزفرش بعض، يعني اللحمه مع الجمبري والكاليماري مش هيزفروا بعض. الفراخ انا تبلتها كويس جدا جدا اهو، بصوا حطيت عليها البصل، حطيت عليها البهارات، حطيت عليها الفاصوليا والفلفل، هحط معاها دلوقتي كمان الجزر. بس ايه هقطعه بس ايه اصغر كمان كده كده. واسيبه براحته برده، في حاجات بس ايه نقلب كده كويس قوي. هنا بقى ابتدي احط الجمبري. يبقى هنا حطينا مكعبات اللحمه مع معلقه الزيت، وحطيت رشه فلفل اسود، ما حطيتش اي حاجه تانيه. احط هنا بقى الجمبري مع معلقه الليمون. خلاص اهو،
حاضر. بصوا ماشي كده، حطينا الجمبري، نقلب كويس واغطيه ونطلع فاصل، هيكون اللحمه والجمبري والكاليماري استووا. وانا بس قبل ما اطلع فاصل احط عليه معلقه بصل كده حلوه. ماشي خلاص كده، وفي الفاصل هحط كل الحاجات دي هنا، عشان هنا عايزه اشوح الرز قبل ما احط كل الكميه دي مع بعض. نطلع فاصل نرجع تاني، خليكم معانا. رجعنا بعد الفاصل دلوقتي. بصوا بقى تعالوا نفكركم عملنا ايه هنا. هنا شوحنا اللحمه كويس جدا تشويحه حلوه، وبعد كده لما اتشوحت كويس حطيت معاها الكاليماري والجمبري خلاص، وشوحتهم كويس جدا. هنا بقى في الحله دي كنت بشوح الفراخ مع الجزر والفاصوليا والبصل والبهارات، شوحتهم كويس جدا جدا جدا، ورحت حطاهم كده كلهم على بعض. هنا بقى في ايه؟ في جمبري، في لحمه، في فراخ، في كاليماري، في جزر، في فاصوليا، في بصل، في بهارات. خلاص هسيبهم كده كلهم كده مع بعض ياخدوا كده نكهات بعض ويستووا، وهغطيه. وفي الحله هنا بشوح الرز ده اهو زي ما انتم شايفين. بصوا بصوا بشوحه ازاي. هحط معاه بصل كده، هستخدم في الوصفه كلها بصلتين، بصلايه مع الرز وبصلايه تانية قسمتها. هقلبه كده كويس قوي قوي، واحط له بقى البهارات اللي موجوده، اللي هي عباره عن جنزبيل، رشه شطه دي لو انتوا عايزين، بابريكا، الزعفران هحط كله. ايوه معانا مدام روحيه. يا غاده ازي حضرتك عامله ايه؟ تاني يا غاده اخبارك ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ كويسه؟ انا ما كنتش هنا فما شفتكيش امبارح يا غاده. يا حبيبتي امبارح احنا كنا عاملين ايه امبارح؟ مش عارفه بقى. انا عملتي لي الجمبري اللي قلت لك عليه يا غاده. بصي انا بعمل وصفه حلوه جدا اسمها البايلا، حضرتك هتعملي كل حاجه وهتشيلي بس الفراخ واللحمه من الوصفه. انا برضو شايفاها كده كنت هقول لك عليها. حلوه جدا جدا جدا، انا قلت ايه اعمل حاجه ميكس كده ما بين اللي حضرتك عايزاه واللي الناس عايزينه. فدي وصفه لطيفه جدا، هتشيلي بس منها الفراخ واللحمه. خلاص يا غاده تسلمي لك حبيبتي. ماشي حبيبه قلبي. ماشي ماشي يا مدام روحي، ربنا يخليكي ليا والله انت كمان. بصوا بقى انا هنا حطيت الزعفران تمام، وشوحت الرز كويس قوي. هحط الفلفل وحبه من الفلفل ده، عشان الباقي هحطه مع السمك الفليه كده وهو ايه يستوي. بس هحط هنا الذره والطماطم بقى دلوقتي بعد لما الرز يكون اتشوح كويس جدا، اقوم حاطه الطماطم. بصوا الصوت ده، معلقه الثوم، الصلصه، الميه بقى اللي هحطها مش كتير قوي. ليه؟ يعني لو دول 3 كوبايات رز هنحط 2.5 كوباية ميه، لان في طماطم وفي الخضار وفي كل الحاجات دي اصلا فيها ميه عشان يبقى مفلفل كده. خلاص اهو معلقه صلصه مش كتيره، بس ابتدي بقى احط الايه الميه واسيبه بقى يستوي براحته، ولما يجي نص سوا ابتدي احط عليه ايه نص كميه كل حاجه من الحاجات دي. يعني ممكن احط حبه من دول عشان ياخد طعم الرز، ياخد طعمه.
بصوا اقلب، نحاول نختار حله كبيره عشان تاخد اكبر كميه من الحاجات دي. نصفي كويس قوي من الميه. انا بعد لما طلعت شطفته تاني بميه وخل وحطيت عليه حبه ميه اهو مغليين مع رشه ملح عشان اشيل اي زفاره. يعني ممكن محدش يحسوك قوي في الحاجات دي، بس انا معرفش بحس ان هو كده بيبقى طعمه احلى. يعني اقلب كده خلاص. طيب وهحط نص الكميه دي برضو، بس واغطي بقى ايه الرز يستوي براحته اهو. خلاص بصوا هخلي بقى الرز يستوي براحته خالص. الحاجه الوحيده اللي ما حطيتهاش الملح. بس اغطي بقى ده احطه هنا عشان يستوي اسرع، واحط دي هنا كده. وعايزه بقى اقرا كده المسجات قبل ما اطلع فاصل، عشان هرجع من الفاصل هنعمل سلطه لطيفه جدا تكون الحاجات دي كلها استوت، وعندنا كمان مشروب حلو قوي النهارده ان شاء الله هحاول ايه اعملها لكم. طيب عندنا يوسف بتفرج على الحلقات كلها، شكرا يا يوسف. سفيان صباح ورد وفل وياسمين، شكرا ليك. كمان عندنا مريم صباح الفل يا شيف غاده، انا مريم مصطفى انا بحبك جدا. ممكن حلقه عن المحشي المشكل، انا قريت صح كده. جمانة صباح العسل يا شيف غاده، انا بحبك قوي 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 قوي. طب اقرا كل يعني انت بعتلي قوي دي كتير قوي. عايزه طريقه عمل الايس كريم بالفانيليا وانا بموت فيكي. حاضر. كمان عندنا الامل بالله، السلام عليكم صباح الخير، انا منى من ليبيا وبحبك هلبه هلبه، ونبي طريقه، عايزه طريقه الكوكيز. حاضر هنزلها لك. عندنا مين عايز؟ مش سامعه معانا. ميرفت الو. الو ايوه. قال يا طنط انا بحبك قوي. يا حبيبتي ربنا يخليكي. انت عندك كام سنه بقى؟ 13. 13 يا روحي صغننه لسه. يعني ايه في سنه كام؟ ممكن اسال على طريقه عمل الكريب؟ الكريب انا كنت عاملاه امبارح، شفتي حلقه امبارح؟ لا. طيب هنزله لك دلوقتي. كريب بالايه؟ بالشوكولاته ولا حادق؟ لا حادق. حادق عايزاه بالايه؟ باي حاجه بس يكون كريب. حاضر حاضر هنزل لك وصفة الكريب دلوقتي. ممكن بس يا هبة ننزل لها وصفة الكريب الحادق؟ حاضر. طيب السمك اهو هحط له بس ايه توم وملح وفلفل اسود، فلفل اسود كده وملح عشان بس يبقى مظبوط مع الفلفل الالوان، وهقفل عليه بس خلاص كده لان هو ايه استوى. ماشي اهو خلاص. ده بقى هسيبه كده لغايه ما احس ان ممكن كده ادوق اللحمه. اللحمه هي اللي ممكن تاخد وقت، الفراخ زمانها استوت. والله كله استوى، هسيبه بس شويه كده. حاضر هنحط دول بس كده وغطيه ونطلع فاصل. هنرجع نعمل ايه بعد الفاصل؟ هنعمل سلطة بنجر لطيفة جدا. نطلع فاصل نرجع تاني.
رجعنا تاني بعد الفاصل. عندنا ام رضوى، صباح الخير يا احلى شيف، انت قمر وشيك. عايزه اعرف طريقه البرجر بفول الصويا. حاضر، هنزل لك طريقه البرجر. احنا كمان عايزين ننزل البيتزا عشان كان في حد طالبها امبارح. اسيل، عندي لحمه موزه وعايزه طريقه حلوه ليها. بصي اسيل، اللحمه الموزه حلاوتها الفته، يعني نعملها كده نسلقها عادي خالص ونعمل صوص الفته اللي هي بالطماطم والخل والثوم ونحطه مع الرز والعيش او حتى مع الرز بس، هي بتبقى لطيفه قوي، احلى وصفه ليها كده يعني. خلاص، كمان عندنا مريم مصطفى، صباح الفل يا شيف غاده. انا مريم، انا بحبك جدا، عايزه المحشي المشكل. وصفه حلقه على المحشي المشكل، خلاص ممكن ان شاء الله اعملها لك الاسبوع الجاي. عندنا زولا، سلام عليكم غاده، انا ريم من السودان، اهلا يا ريم. سفيان كمان بيسلم. عندنا فوفا، صباح الخير يا غاده، وحشتيني قوي، انا فرح من السعوديه، اهلا يا فرح. محمد رزق، صباح الورد يا غاده. مرام، متابعاكي من تونس حبيبتي، وحشاني جدا طبعا يا مرام، من اصدقاء البرنامج. وكمان نانا، صباح العسل يا شيف غاده، منوره الشاشه، ولادي احمد وحمزه بيحبوكي جدا وبيصبحوا عليكي. كمان عندنا مرام عايزه طريقه البيتزا والايس كريم. حاضر، هنزلك طريقه البيتزا والايس كريم. عمرو، الشيف علاء الشربيني، كل التحيه، اهلا بيكي يا عمرو وبالشيف علاء. ميسه، صباح الفل. كمان مرام، بحبك قوي وبتابع كل حلقاتك، شكرا ليكي حبيبتي، صباح الفل. سما، صباح الورد. طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف اخبار الرز ايه اهو، يعني ان شاء الله على اخر الحلقه هيكون استوى. تمام، ده خلاص كده استوى والسمك استوى. هنعمل دلوقتي السلطه. السلطه بتاعتنا النهارده لذيذه جدا وحلوه قوي، هقول لكم بقى عباره عن ايه. هو ينفع بس لو تجيبوا لي بوله كبيره، لان انا البولات هنا عندي صغيره. بصوا بقى، هنعمل الدريسنج الاول. السلطه عباره عن فاصوليا خضراء مسلوقه وفاصوليا بيضه مسلوقه، وممكن كمان نزود عليهم فاصوليا حمراء. عندنا بنجر مسلوق ومتقطع مكعبات، عندنا شرايح بصل احمر. الوصفه دي تعملوها بالبصل الاحمر مش بالابيض، بيدي طعم احلى. الدريسنج بقى عباره عن سكر وزيت، زيت عادي او زيت زيتون، وماستر ديجون، وخل وفلفل اسود. مفيش ماستر ديجون، ممكن تحطه اي نوع مستردة، بس هي عشان الخردل فيها قوي قوي فبتبقى اطعم. انا هنا هعمل ميكس بس ما بين الزيت العادي وزيت الزيتون عشان ما يبقاش زيت الزيتون قوي قوي. خلاص، هحط كده كده معلقه من الزيت ده، او معلقه ونص، ومعلقه من زيت الزيتون. هحط للوصفه دي 3 فصوص ثوم، والوصفه دي كل ما تقعد ساعتين مثلا في الثلاجه قبل ما ناكلها كل ما النتيجه تبقى احلى بكتير. هحط بقى دلوقتي السكر، معلقتين سكر كبار مع الثوم والزيت، الخل، فلفل اسود مجروش بيدي طعم احلى بكتير. شايفين الدريسنج؟ الدريسنج ده طعمه فظيع بجد. الماستر ديجون اهي، لو ما فيش حطوا مستردة عادية. نقلب كويس قوي قوي وادوق، اشوف ناقص ملح ناقص خل. الحاجة اللي هتبقى ناقصة يا ملح يا خل، وممكن عصرة ليمون، بس انا مش عايزة احط ليمون عشان ليمون هنا ممكن يمرر الدريسنج بتاعي، بس عايزه احط بقى. اقلب كده كويس قوي. ده بقى اللي كل ما يتحط في الثلاجه اكتر كل ما يدي طعم للسلطه احلى. بصوا بقى، الماسترد ديجون مع الزيت مع ادى الزيت والمستردة ادت الصوص التقيل ده ازاي. ادوقه كده، مظبوط قوي، مش محتاج ولا ملح ولا خل ولا اي حاجه. هحط فيه البصل بقى كده عشان البصل ياخد نكهه الصوص كلها كده. انتوا بتجيبوا لي بس بوله كبيره ولا
ولا ايه الاخبار؟ نحط دول كده قبل ما ايه نفضي كده قبل ما نجيب البوله الكبيره عشان نرغبط كله مع بعضه. وزي ما قلت يفضل ان احنا نحطها على الاقل على الاقل ساعه في الثلاجه قبل ما ناكلها، بتدي طعم احلى بكتير. خلاص طيب نقرا كده الرسائل بتاعتنا عقبال ما ايه محجوب انا لين من السودان بحبك قوي 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 هما قوي كتير ماشي. وانا كمان يا لين بحبك قد القوي اللي انت بعتها لي يا دودو. كمان عندنا نادية صباح الورد من الجزائر، انا دليلة من الجزائر بحبك قوي. عندنا زهرة اللوتس تسلم ايدك على الاكل الحلو، انا دايما اتابعك وبعمل كل وصفاتك. شكرا يا زهرة اللوتس. عندنا داليا جميل، ممكن وصفات رجيم او قليلة السعرات؟ امبارح عملنا وصفات قليلة السعرات، يا رب تكون عجبتكم. عايزة اقول لكم بجد اللي هيعملها هيتبسط بطعمها جدا جدا، جربوها وقولوا لي رايكم ايه. ام حسن صباح الورد من ليبيا، ممكن بس يا هبه ننزل وصفات امبارح قليلة السعرات. كمان عندنا سفيان دودي، ممكن احلى والذ تتبيله للسمك المشوي لو سمحتي؟ حاضر هقول لك على تتبيله حلوه جدا. زهرة اللوتس انا من ليبيا وبحب كل وصفاتك. محمد رزق صباح الورد. زهرة اللافندر صباح الفل يا قمر تسلم ايدك، عايزه طريقه عمل الشوكولاته وشكرا ليكي ولكل العاملين بالقناه. كمان ريم من السودان بحب كل طبخاتك. عندنا جمانه شيف غاده، حضرتك عملتي سبانخ بالموتزاريلا، ينفع احط الجبنه المبشوره؟ بصي ينفع بس مش هتديكي نتيجه حلوه زي صوابع الجبنه الموتزاريلا اللي انا حشيت بيها السبانخ، بس ينفع. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي قد ايه مفيده وقد ايه طعمها حلو قوي، واللي ما بيحبش السبانخ فعلا لو عمل الوصفه دي هيتبسط منها قوي. رانيا ممكن تبعتي تهنئه لرفيف بنتي عيد ميلادها، كل سنه ورفيف طيبه، واسم رفيف حلو قوي قوي يا رانيا، هو قولي لي كده معناه ايه. محمد رزق الله يسعد اكلاتك الحلوه، انا نوجا انا من اسوان وبتابعك. طبعا يا نوجا انت اصلا من اصدقاء البرنامج. وفوزيه صباح الخير على قلبك الطيب. ولاء ممكن تصبحي على ماما زوزه هي بتحبك، اهلا بيكي حبيبتي صباح الفل يا ماما زوزه. خلاص اهو البنجر مع الفاصوليا هنلخبطهم كده في بوله كبيره عشان ياخدوا راحتهم كده واحنا بنقلب، مع الفاصوليا البيضه الحلوه دي عشان نستفيد بال يعني انا مثلا مش بحب الفاصوليا البيضة قوي، بس لما احطها كده جوه السلطه هاكلها هتبسط بيها. في ناس ما تحبش الفاصوليا الخضراء قوي، بس لو اتحطت جوه الطبق هتقوم واكلاها يعني مش هتقول لا. خلاص بصوا بقى، الله الله الله، انا هسيبه كده شويه في الطبق الحلو ده قبل ايه ما اقدمه. عندنا النهارده برضو كده مشروب حلو ساقع كده ان شاء الله يعجبكم. بصوا انا بحاول اخترع كده، والله مبسوطه الناس اللي بتقعد ايه تجرب اختراعاتي وتقول لي ايه حلو. انا بحاول اعمل على قد ما اقدر اختراعات كده لطيفه. بعملها ازاي يعني؟ مثلا دي مقتبساها من الفاصوليا اللي بالخل والسكر اللي احنا بنحبها ودايما بنحس ان هي وهي في المطعم طعمها احلى بكتير من البيت، مع ان انا بعملها بطريقه حلوه قوي. سلطه الفاصوليا الاصليه اللي بالسكر المسكره دي بقى انا مثلا خدتها منها، خدت معاها حطيت الدريسنج ده فبقت سلطه جديده خالص بالبنجر. ماشي ندوق كده. صراحة انا من الناس اللي بتلكك واكل البنجر، بحبه جدا والسلطه دي طعمها حلو قوي. لما تعملوها اسمعوا الكلام بس وحطوها الاول في الثلاجه ساعه ساعتين قبل ما ناكلها. نطلع فاصل بقى، هنرجع من فاصل ان شاء الله نعمل مشروب كده ساقع حلو جدا، وان شاء الله يكون وصفه البايلا بتاعتنا خلصت. خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل. بصوا بقى، بصوا طبق الطبق بتاعنا الحلو قوي ده طلع عامل ازاي اهو. عملناه بطريقه سهله، كل ده في حله واحده. هنزود عليه بقى الحاجات دي عشان يبقى كده ايه متكامل، ونقلب
خلاص. لحمة وفراخ، جمبري، كالماري، بلح البحر، رز محطوط عليه زعفران وبابريكا ورشة شطة، ذرة، فلفل ألوان، وفاصوليا خضراء. طبق يعني متكامل جدا في كل أنواع البروتين، أغلب أنواع الخضار. بصوا بصوا الجمال بتاعه. فاضل بقى السمك. انا ليه السمك حطاه لوحده؟ لان هو اصلا السمك من الحاجات ما بتستحملش، وبعدين انا عايزه اللون الابيض ده بتاع السمك الفيليه، انا بحب اللون ده مع الالوان دي، فهيدي شكل للطبق حلو قوي. بس انتوا براحتكم خلاص، يعني دي من الحاجات اللي كل واحد وذوقه. انا بحب اللون الابيض وسط الاكل. شايفين دايما اقول كل ما الطبق يبقى فيه الوان كتير كل ما بقى متاكده ان الطبق مفيد جدا في الاكل. كل ما الطبق يبقى فيه الوان كتير كل ما بقى عارفه ان الطبق مفيد قوي قوي، وان انا تقريبا يعني كل العناصر فيه. خلاص ده بالنسبه لطبق البايلا بتاعي النهارده. تعالوا بقى نشوف المشروب بتاعنا الحلو جدا. عندنا احنا في الحر ده وبنحب الليمون، فانا جايبه ايس كريم ليمون جاهز وبقى متوفر جدا في السوبر ماركت او في محلات الايس كريم، حطاه هنا. وعندي عصير ليمون هحط حبه صغيرين كده عليه، ماشي، بشر ليمون حبه صغيرين، خلاص. هنا ميه ورد او زهر معلقه صغيره عشان بس ايه ما تبقاش زعقه قوي. وهجيب كده اللي هشرب فيه المشروب، واحط شربات ورد، انا النهارده مختاره شربات ورد احطه. ده بقى بيبقى حلو بقى لو احنا جالنا ضيوف، من الحاجات اللي انا بحس انها ايه حلوه قوي. خلاص لا ده من جوه، اضرب ده كله بقى في الخلاط. ممكن احط ايس كريم تاني، هو تحسه محتاج ايه ايس كريم تاني. عشان بس المشروب يبقى ايه تقيل شوية. نعمله كده، ممكن نخففه، اوبس، ممكن نخففه شويه بشويه ليمون. بس انا بحبه كده زي السمودي، بيبقى احلى بكتير. ده بقى بالشاليمو بقى بيبقى خطير. بصوا حتى لونه حلو قوي. شايفين ايس كريم الليمون اللي عملناه مع عصير الليمون وشربات الورد، حطيته كده تحت، وحطيت معلقه بالظبط من ميه الورد او الزهر، بس خلينا في ميه الورد هتبقى اطعم اكتر، ماشي. وعملنا النهارده البايلا، وهقدم دلوقتي السلطه عشان حالا عز هيقول لي يلا احنا ايه لازم نختم اهو. معانا امل. يا صباح الفل. اهلا اهلا، ازيك يا اموله؟ يا صباح الوش البشوش. عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ ازيك يا شيف، عامله ايه؟ اخبارك انت ايه؟ تمام يا روحي.
بقول حضرتك اخبار حضرتك ايه؟ انا الحمد لله يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك. والله يا شيف ربنا يخليك. احنا مقصرين معاكي. لا خالص يا حبيبتي، بتبسط قوي قوي لما بسمع صوتك. احنا متعودين على حاجاتك الجميله يا حبيبتي، دايما بتبهرينا. ربنا يخليك يا قلبي، ربنا يخليك. انا وصل الحلقه في النص فزعلانه قوي اني ما شفتهاش من الاول. لا لا اتفرجي عليها بعد ساعه ان شاء الله، هتنزل ان شاء الله الوصفات تعجبك وتنفذيها كده وتقولي رايك ايه. حبيبتي حبيبتي ربنا يخليك لينا. سلام يا شيف. ميرسي يا حبيبه قلبي، ميرسي. كده عايزه اقول لكم عملنا وصفات لذيذة جدا النهاردة، ثلاث وصفات. السلطة هي اللي أنا بقدمها مع البايلا مع مشروب الليمون، وأقول لكم باي باي وأشوفكم بكرة على خير إن شاء الله. باي باي.